والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين آمين. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما جرت العادة بحمد الله سوف نفتتح بحديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في شمائله وهديه العملي أو صفاته وأخلاقه وعاداته. فالموضوع السابق لعلكم تذكرون كان يتعلق بالنعال التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وصفة هذه النعال وما حدث في شأنها من هدايا أو وكيف. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين آمين. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي. إن الخاتم يعني شرحوا كلمة خاتم بخاتم. خاتم يعني آخر الشيء الذي يختم، ومنه ختم النبوة خاتم الرسل. وخاتم لو جاءت بالفتح فمعناها الخاتم، وأظنكم تعرفون الدعاء المشهور اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق أي للقلوب المغلقة الخاتم لما سبق، وهو الوارد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله في حديث البخاري رضي الله عنه أنه هو الفاتح والعاقب والخاتم. فالعاقب والخاتم يعني ما يأتي في العقب أو في الآخر، وهو آخر الأنبياء كافة صلى الله عليه وسلم. لكن هم فسروها بالمعنى الآخر اللي هو ختم الرسائل، وزعموا أن هناك نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القاديانية والبهائية، وهذه فرق منشقة عن الإسلام وديانات مخالفة للدين الإسلامي. في أهم واحدة من أهم عقائده، أحد الأصول الثلاثة للعقيدة الإسلامية، وهي الوحدانية لله تعالى والنبوة وختمها للنبي صلى الله عليه وسلم والبعث والنشور بعد هذه الدنيا. هذه الأصول الثلاثة كما تسمى في علم التوحيد العقيدة الإسلامية. وهؤلاء خرجوا على قاعدة ختم النبوة، وأيضا ادعوا أن ما بأيديهم من ترهات، وهي عبارة عن مكتوبات لا تزيد عن موضوعات إنشاء يكتبها طالب في الإعدادية أو الابتدائية، وزعموا أنها أفضل من القرآن الكريم ككتاب الإيقان في يد البهائية وبعض النصوص في يد القديانية. وللأسف الشديد أن القادياني كان في الأصل من أهل السنة، ثم خيل إليه أنه من الأولياء العارفين، ثم زعم أنه تحول إلى مريم فترة من الزمان، ثم صار ابنها عيسى،
ثم أصبح مسيح المسلمين. كل هذه حقائق يعني قالها هو بنفسه. وكما ذكرت لكم مرة من قبل أنه كل من ادعى أنه هو بعد محمد فإن الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يظهر على لسانه هو ما يكذبه. وآخر شيء قاله هو القادياني عندما تحدى أحد علماء المسلمين في شبه القارة أنه إذا لم يتم انتصاره على هذا الشيخ بعد تمنع شديد وخوف من المواجهة فشهدوا علي بالكذب ودخل الحمام ومات في المرحاض، أسلم الروح وهو في المرحاض. وكان يفطر في نهار رمضان ويزعم أن هذا قد نسخ، يعني كل أحكام الشريعة خرج عليها وغير الشهور إلى 19 يوما إلى آخره، كما فعل القذافي في اختراع سنة هجرية من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من هجرته. فأما البهائي فكان شيعيا وزعم أنه من هؤلاء الذين يعني الذين بشرت بهم الأئمة الاثنى عشر، وأنه في البداية مجدد للعقيدة الشيعية الاثنى عشرية، ثم انتهى أمره لإدعاء النبوة وقدم القتل فهرب واختفى، ثم قبض عليه ونرمى بالرصاص. ولكن خلفاءه مضوا على أثره وزعموا أن الكعبة قد نسخت أو التوجه إلى الكعبة، وأن المكان الذي يوجد فيه إمامهم هو القبلة. وابن القادياني هذا هرب إلى فلسطين وأقام في حيفا واعتبرها هي القبلة لوجود إمامهم فيها أو نبيهم المزعوم، وانتهى بهم الأمر إلى ادعاء الألوهية وليس النبوة، وهم الآن تحت حماية الدولة العبرية الإسرائيلية اليهودية. ولذلك لما قامت حرب 56 لم تكونوا أحياء، اسمها العدوان الثلاثي، لأن إسرائيل دبرت سرا هجوما على مصر باتفاق مع فرنسا وإنجلترا، فعبد الناصر قبض على كل البهائيين، وكنت أنا شخصيا في المعتقل وجاءوا بهم، لكن كانوا يعاملونهم معاملة أحسن من المسلمين خوفا من الأجانب. كانوا ينامون على الأسرة ونحن ننام على الأرض. ولكن استولى عبد الناصر على المركز الرئيسي لهم في العباسية جهة الويل كده، وجعله مقرا لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في مصر، ودي من الأعمال القليلة الصالحة لعبد الناصر. أظن يعني دي فكرة عامة عن هؤلاء الأدعياء. والذي يقرأ يعني عقيدتهم يجد تلفيقا ومحاولة لإرضاء يعني الاقتراب من العصر الحاضر، ففيها تمكين المرأة منذ، وذلك لأنه يعني في تفاصيل صح تشوفوها، صبح الأزل أو هذه المرأة التي خدع بها حين محمد إقبال لأنها كانت تكتب الشعر وزعم أنها يعني كان لا يعرف شيئا في ذلك الحين عن البهائية.
ولكن بعد أن علم تفاصيل مذهبهم حكم عليهم بالكفر والخروج عن الإسلام. فمن شاء فليقرأ، فإن مجرد قراءة تاريخ هؤلاء ونصوصهم التي في أيديهم تشهد على كذبهم وتهافت مقالاتهم، ولكن هم يلقون دعما قويا من الغرب وبالخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا كنت في باكستان وهم تحت حماية ويقومون بالدعوة إلى مذهبهم في باكستان والهند، وللأسف فيه أسر مصرية تعتنق البهائي منذ 100 عام، لأن ابن البهائي الأول ده المقيم في حيفا كان يأتي إلى الإسكندرية كل عام ويقضي الصيف، والناس لا تعرف حقيقة المذهب، يعني كانت المعلومات عنهم قليلة في ذلك الحين، واستطاعوا أن يضلوا فئات من الغربية ومن بني سويف عندنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واليوم تعلمون يعني ما في الانترنت وما أشبه. أريد أن أسمع. المذهب البهائي لم يدخل مع الأتراك لأن الأتراك كانوا بعضهم بهائيين، فالمناطق المصرية التي فيها جاليات تركية. ما تيجي قريبا مني هنا وتسمعيني أحسن، أنا النهاردة لابس الأجهزة كلها ومستعد أسمع. نعم. المذهب البهائي لم يأتي إلى مصر مع الأتراك لأن الأتراك كان بعضهم بهائيا، والمناطق التي انتشر بها المذهب البهائي هي المناطق التي كانت بها جاليات تركية كثيرة مثل الإسكندرية وبورسعيد وبني سويف. لا، لا علاقة للأتراك بهذا الموضوع، والموجودون في الغالب في طنطا وبني سويف، وأنا عندي معلومات مباشرة من القرى نفسها. والسبب هو مجيء ابن البهاء نفسه، عبد البهاء، وبعض الناس يزعم من أبو مازن وعباس، ومش الكلام يا اللي انتوا سمعتوه ده إنه حفيده، لا أظن، هذه تهمة والله أعلم بالحقائق. لكن هذا الرجل كان يأتي كما قلت لكم ويظهر في الصحف المصرية والناس لا تعرف شيء، أتكتشف أمر، بل كان هناك اللي يتابع منكم الكتب، دار نشر هنا واحد اسمه الجراف قداني ولا ما أعرفش، نشر كتبا كثيرا من كتب في علم الكلام، هذا كان بهائيا ولم يكتشف أمره إلا بعد عشرات السنين، وهو يقيم في القاهرة ويصدر كتبا، ولدي كتب من كتب التي يدعو فيها لمذهبه دون أن يعرف الناس شيء، كم محمد إقبال يقول إنهم مجددون لأنه ليس لديه معلومات. إنما لا أظن أن للأتراك يدا في هذه المسألة، والأتراك كما تعلمون فيهم عداء تقليدي عنصري، يعني شبه عنصري للفرس وللشيعة. حسين ديكار كان تركيا وزوجته الاثنين كان بهائيين، والله جايز، لكن ما شهدنا إلا بما علمنا. أنا قلت لك المعلومات اللي عندي أضيفها إلى المعلومات اللي عندك، فليس للترك، وحتى لو كان يعني فيه تأثير لبعض العائلات التركية وهذا ما أشك فيه كثيرا، ف يعني ليس هو العامل، عامل انتشار البهائية في مصر، إنما المسألة كما قلت ناس تأثروا بالراجل، وهؤلاء قوم لديهم أموال، وحتى الآن لديهم أموال كثيرة وينفقونها في مصر، وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وإيه الآية بقى؟
شاء الله إلى جهنم يحشرون، لكن لن يغلبوا ويهزموا إلا بمجهود من علماء الإسلام. والعقائد دائما أو الأفكار لا تحارب بالسلطة وبالعصا كما فعل عبد الناصر، وإنما بالفكر والرأي والدعوة. واللي قبل الكلام ده مش عارف، لكن كلمة خاتم وخاتم و لأن القادياني ضعيف في اللغة العربية. وأنا زرت مقرهم في باكستان اللي هي ما يسمى يعني لهم مقر في قريب من مدينة إسلام آباد. ولعلمكم عشان تعرفوا نوم الأزهريين والمشايخ والعلماء ينشرون لغتهم، يعني أنا دخلت المركز البحوث بتاعهم والمستشفى التي، لأني كنت بس على واحد معين أصدر كتابا في لندن وأنا هناك، ورحت وجدته قابلته. وللأسف أو الغريب الأمور يعني اللي يدلكم على خراب العقلية الهندية في الناحية الدينية، مش هم دلوقتي دولة فضائية عالمية قوية جدا، ولكن أي ناعق يجد من يتبعه. محمد إقبال وجد واحد بيدعي النبوة، قال له يا أخي تعال عندنا في البنجاب وأنا أضمن لك نبوتي، تعال ادعي الألوهية وأضمن لك يعني آلاف يتبعونك. يعني كل ناعق يجد من يتبعه. فالشاهد أن يكتبون بسبعة وثلاثين لغة في هذا المجمع البحثي الذي، ولما دخلت المسجد وجدتهم يصلون الظهر، صليت وحدي على مذهب أبي حنيفة. طب أنتوا تركتوا الإسلام كله يا أبو حنيفة يعني، لكن هذا يدلك على العقلية. وجنينة كده جنبهم عاملينها اسمها البقيع، يبيعوا الشبر منها بكذا ألف جنيه عشان اللي يدفن هناك يبقى من أهل البقيع. ولا جوارهم صخرة إلى جانبها بحيرة صغيرة كده، ده هو ده اللي ذات قرار ومعين، ربوة ذات قرار ومعين وكلام كده. ده القديان مش البهائي. أما البهائي فأنتوا عارفين أنه هو ظهر في بعض صحارى ثم انتقل إلى عاصمة إلى طهران وقتل فيها، والاثنى عشرية يحاربونهم، ولكن فيه من تأثر بالديانة وهم لم تحت حماية النظام الإسرائيلي. إذا كانت البهائية موجودة في تركيا فلا أظنها بعدد كبير. اللي موجود في تركيا العلوية موجود بكثرة وسعة أضعاف ما في سوريا، مش كده؟ ولكن بالرغم من هذا العدد الرجل رئيس وزراء تركيا واخذ موقف كويس من ما علينا، لا شأن لنا بالسياسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد، كلمة غير واحد يعني كثيرون، أكثر من واحد يعني عدد، يعني جملة، عبارة عربية معروفة. غير واحد يعني غير الواحد، يعني ما أكثر من الواحد، ما سوى الواحد وما يزيد على الواحد، شلة مجموعة. وغير واحد يعني غير قتيبة، عدة رواه آخرون بالإضافة إلى قتيبة رضي الله عنه
عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، يعني من الفضة، وكان فصه حبشيا. الخاتم اللي بيتكلم عنه هنا اللي هو ما يلبس في اليد، لكن تعلمون أن الخاتم أيضا هو ما تختم به الرسائل، وشكل الخاتم معروف ومشهور. الله في الأول وبعدين محمد ولا إيه، وبعدين كلمة رسول. ولكن المتعلق بالحديث المتعلق بختم الرسائل في رواية كويسة اسمعوها من دلوقتي، ما جاء في روايتي ما في رواية أنه أراد أن يكتب كتابا إلى الأعاجم يدعوهم إلى الله تعالى، فقال له رجل: يا رسول الله، إنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يعمل له خاتم من حديد اللي هو بتاع الختم، فجعله في إصبعه كأنه كان بيلبسه ويختم به كده، لكن رواية سيدنا أنس إن من فضة، فلعله غيره خاتم من حديد فجعله في إصبعه. فأتاه جبريل فقال له: انبذه من إصبعك. فنبذه من إصبعه وأمر بخاتم آخر يصاغ له، فعمل له خاتم من نحاس فجعله في إصبعه. فقال له جبريل: انبذه. فنبذه وأمر بخاتم آخر يصاغ له من ورق فجعله في إصبعه، فأقره جبريل، إلى آخر الحديث. لكن اختار النووي أنه لا يكره، اللي هو إيه؟ اللي هو اتخاذه من نحاس أو من حديد، إنما من فضة لا بأس. صريح الحديث: أهلا بكم، غبتم فترة، كنت مسافر، الحمد لله على السلامة. لكن اختار النووي أنه لا يكره لخبر الشيخين، تعرفين الشيخين، التمس ولو خاتما من حديد، يدل على الإقرار، لأنه لو كان كده واجب النبس بلا يباع ولا يشترى ولا قيمة له. ولو خاتما من حديد، يعني التمس في مهر الزوجة، عشان كده لا احنا فادوا أقل حاجة 25 قرش، يعني أيوه ما يشترى به مثل هذا الخاتم. ولو كان مكروها لم يأذن فيه، لكن 25 قرش دي لما كنا طلبة في سنة 44 تساوي دلوقتي أكثر من 50 جنيه أكثر. فجعله في إصبعه، فقال له جبريل: ولو خاتما من حديد ولو كان مكروها لم يأذن فيه. ولخبر أبي داود: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملويا عليه فضة، يعني في حلية فضية، ولكن متن أو المادة الأساسية من حديد، وفي رواية من نحاس فاتت مكرر. قال: وخبر النهي عنه ضعيف، كلام النووي. ويؤخذ من الحديث أنه يسمى اتخاذ الخاتم ولو لمن لم يحتاجه لختم وغيره، يعني هو سنة في ذاته. وبعض الناس يعني يتخذ بشكل معين، يقولون أنه هو كان كذلك، حاجة زي كده
وله فصل. لا أدري يعني شكل محدد كده أراه في أيدي بعض العلماء وخبر النهي عنه ضعيف، ويأخذ من الحديث أنه يسمى اتخاذ الخاتم ولو لمن لم يحتجه لختم وغيره، يعني مش ضروري لختم الله، وإنما كحلية أو كشيء في الأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تختم. وعدم التعرض في الخبر لوزنه يدل على أنه لا تحجير في بلوغه، يعني ليس ولا أدري إذا كان في طول اللحية رواية محددة في شيء قالوا عن سيدنا عبد الله بن عمر ممكن يفرض على الحديث ويقص ما زاد، ولا يمشي في حاجة زي كده. ولكن يعني بعض العلماء يجتهد ويقول إنه كل ما يسمى لحية في اللغة العربية، يعني هو أمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، يعني حلقه أو تقصيره بحيث يكون أقل من اللحية. يعني استظهر كثير من العلماء أنه يكفي ما يسمى لحية، يعني ما يظهر على اللحيين جانبي الوجه ويسترهما، طبعا بالإضافة إلى ما يسمى العصنون اللي هو الحتة دي أو دي نفسها الله أعلم. ولك كان صلى الله عليه وسلم يعني في هيئة الخشوع عندما دخل مكة فاتحا حتى لا يكاد عصنون لحيته يلمس قربوس سرجه، يعني يكاد يلتصق بسرج الفرس صلى الله عليه وسلم. لكن الراجل اللي اسمه بوش نزل على بارجة وهو لابس ملابس جنرال الجو أو البحر لا أدري، فبخسه الله وضرب بالحذاء في نفسه لما دخل العراق، وأعلن انتهاء الحرب وظلت متقدة 9 سنين حتى هزم، وتلك بداية سقوطهم إن شاء الله. يبقى يكون من وزن معين أو الفضة لها حدود، لا الخاتم المنهي عنه الذهب، لكن الفضة لا بأس لوزنه، لا تحجير يعني لا تحديد لا حجر لا نهي في بلوغه مثقالا أو فصاعدا حتى لو زاد. ولذلك أناط بعض الشافعية الحكم بالعرف، ما أدري هل عرف جائز، أي بعرف أمثال اللابس، كلام دقيق أوي، لكن ورد النهي عن اتخاذه مثقالا في خبر حسن وضعفه النووي في شرح مسلم، لكنه معارض بتصحيح ابن حبان وغيره، وأخذ بقضيته يعني بما يقضي به هذا الحديث الناهي عما يزيد على المثقال أو ما يبلغ المثقال، أخذ به بعض الفقهاء. هذه معنى أخذ بقضيته، أي بما يقضي به ذلك النص ويحكم به، وهو كراهة بلوغ الخاتم وزن مثقال، وللرجل لبس خواتيم، ويكره أكثر من 2، واحدة في اليد دي واحدة في اليد دي كفاية، إنما في ناس يعمل لك كده، وفي الغالب دول الله أعلم بيبقى زي ما بيقولوا المصريين مخاوي، عارف المخاوي؟ يعني يؤاخي بعض الجن، لابس في يديه العشرة
فهنا كما كان جبريل عليه السلام يوصي النبي صلى الله عليه وسلم صاحبنا ده بيبقى ازايك انت خلعت الجلابية، بس قال لي الشيخ علي ده اللي بعت لي واحد ياخد حدود جسمي في المسجد، شيخ علي شمس الدين. الله تشكرين ده الشيخ امتى؟ فكرني يا راجل قبلها بيوم. هو هيبعت سواق في نفس اليوم؟ لا ولا ما بعتش، بس يعمل لي تليفون وادها لي قبل كده من اسبوعين هنا في هذه القاعة. أدركت غاية الإدراك. قال لي معاك لما أحطها في قلبي. بس نرجع بقى للحديث نفسه، احنا دخلنا في مسألة خاتم اليد وخاتم وأكثر، يعني من غير المستحب ومما لا يليق بالرجل أن يبالغ في الحلية. وأما الستات فهي ما عادش الستات دلوقتي جروا الإيه؟ جروا الزيول ولا بتاع ده، في نساء حديديات وأجدع منه. فالشاهد ان تلاحظ احيانا بعض البشر من الرجال يلبس في كل اصابعه خواتم، فضلا انها يعني كريهه وبغيضه، فهي ايضا تدل على ضعف عقل وعلى يعني زي ما بيقولوا كثير منهم يفعل ذلك استجابه لشيطانه، كما كان المصطفى يستجيب لجبريل، ما كانش بيناقش، سيب ده سيب ده. فاحنا كمان نقوله لنا نمشي وراه. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد، عرفنا العبارة دي أسلوب عربي، عبارة الكلمات العبارات الأساليب، الكلمات العبارات الجمل الأساليب، ولا هي الكلمات أيوة كده، لأن العبارة يقول لك في الإنجليزي فريز يعني مش سنتنس، يعني مش جملة كاملة تدي معنى، إنما هي كانت جملة بس دخل فيها حاجة عملت، زي الجملة التي يدخل فيها حرف الشرط تتحول إلى عبارة. أكثر من كلمة لكن لا تعطي معنى يحسن سكوت عليه فليست جملة. انظر تاني، هي جملة كاملة لكن لم يتم بها المعنى، ففي كلمة وفي عبارة وفي جملة وفي أسلوب عربي. الله أعلم. المجمع يهتم بهذه الأشياء. كنت يوما عضوا في هذه اللجنة حتى الله حتى تركتها. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. ايش معنى يعني؟ قال حبشيا الفص بتثليث الفاء، يعني الان انت رجعت للاماره ما خلاص يا عام، انت دلوقتي تهيأ المسرح لك، روحوا بأدعينا. وكان فصه حبشيا، الفص مثلث الفاء يعني فتح ضم وكسر في الحرف الأول، هذه الفاء مش عشان ما هي هنا فاء، فاء الكلمة يعني أول حرف فيها، خلافا
الصحاح، مش الصحاح، الصحاح كتاب قاموس في واحدة راحت تتعين في المجمع الشيخ شوظيف قال لها إيه اللي قالت يوم المعاجم؟ قالت له صحاح الجوهري والمعاجم. قال لها طيب ما تنفعيش مدام عنوان الكتاب بتنطقي غلط. خلاف في جعله الكسر لحنا اللي هو فص، والمراد بالفص أو الفص ما ينقش عليه اسم صاحبه، يبقى يعني الدائرة الداخلية من أيا كانت. يعني احنا دلوقتي بنتصور ان الفص لازم يكون من مادة أخرى أو من حجر من الأحجار الكريمة كما تسمى، يقول لك إيه نوبل، يعني أحجار كريمة. لكن هنا إن الفص يعني وسهلة، أنت في تعالى أقعد جنبه، ما خلاص بقيتوا أصحاب دلوقتي. وذهبت اوعى يكون بينكم وبين تشاد او الصحراء الجنوبية مشاكل، كفاية المشاكل اللي جوا ليبيا نفسها، انتوا هتحاربوا الجيران. فالمراد به يعني سطح الخاتم وخلاص، مش ضروري يكون فيه مغروز حجر من مادة أخرى أو كما هو الشأن الآن. كلمة فص هنا أو فص الآن يعني معنى شيء يغرز أو يوضع في ظاهر الخاتم. والمراد بالفص ما ينقش عليه اسم صاحبه هذه، وإنما كان حبشيا لأن معدنه بالحبشة، فإنه كان من جزع بفتح الجيم وسكون الزاي، وهو خرز فيه بياض وسواد كده، يعني مجزع، المصريين يقول لك مجزع، يعني كده في عروق ملونة بألوان مختلفة، هذه مجزع فصيحة، جزع يعني فيه بياض وسواد، والله اللغة المصرية فيها. أو من عقيق، ده يبقى إيه؟ أحمر بقى. في رواية ومعدنهما بالحبشة وغيرها، لكن يبدو كان يستورد الجزيرة العربية من عندنا من أفريقيا من الحبشة. وسيأتي في بعض الروايات أن فصه أو فصه أو فصه كان منه، يعني نفس ما فيش مادة أخرى، ولكن يعني مسوى وفي دائرة كده وفي الله رسول محمد رسول صلى الله عليه وسلم. وزاد في بعض أن فصه كان منه، ويجمع بينهما بتعدد الخاتم فلا منافاة. واضح الكلام؟ وهذا الجمع مسطور في كتاب البيهقي، هو جمع بين روايات، فإنه اللي هو لعله تعدد، فإنه قال عقب إيراد هذا الحديث وفيه دلالة على أنه كان له خاتمان، أحدهما فصه حبشي والآخر فصه منه. وقال في موضع آخر الأشبه بسائر الروايات أن الذي كان فصه حبشيا هو الخاتم الذي اتخذه من ذهب ثم طرحه، والذي فصه منه هو الذي اتخذه من فضة. وذكر نحوه ابن العربي اللي هو الفقيه المالك، وجرى على ذلك القرطبي ثم النووي. وقد ورد في حديث غريب كراهة كون فص الخاتم من غيره، يعني مادة وتتغرس،
ففي كتاب المحدث كاتب هنا الفاضل، هي الفاضل؟ نعم أظن الفاصل بين الراوي والإيه، ده من أوائل كتب الفاصل، فالورقة النقطة دي تشيلوها. من أوائل كتب أصول الحديث أو المصطلح الحديث من رواية علي بن زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يلبس خاتما والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين آمين. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين آمين. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد